ما حسين؟ أبو رديس. أكيد خلف على خلفات أنا ما أقصر من شيء. طب ماشي. إحنا بنشكركم على الجهود بتاعتكم. محمد دي مرشح ضباط المباحث والناس اللي هي جاية في التأهيلات برضو اللي إحنا شفناها في المواقف اللي عملوها برضو مواقف كويسة. وكل واحد بيعمل شغل بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نعرفه إن هو راجل متميز. تمام، عشان كده جبناكم وعشان كده بنكرمكم. واللي بيعمل حاجه برضه مش كويسه احنا بنعاقبه، بس احنا الاول عايزين نظهر المتميزين عندنا في المديريه زيكم كده بالاواضي الكويسه اللي انتوا جبتوها وبالمواقف اللي انتوا عملتوها بالنسبه للناحيه الامنيه. ممكن تتكلم الشغله الجايه برضه تتكلم معايا لو جبت مجهود برضه مش مشكله عندنا ان شاء الله. ممكن مستشاري بص تيلي حاجة كما سيد المدير، وده أول ما تعصى هنا غريب سينا وفترة طويلة اللي غفيت أكيد من الزباط المتميزة وعطول متابعة السادة الزباط من سيد مدير المباحث وسيد مدير الأمن متابعة السادة الزباط والتكريم ليهم، ودي حاجة يعني بص بتبسط المدير كلها بالحاجة زي كده، بتنشط الزباط كل الزباط تجتهد في الشارع وتجتهد في الخدمات ما حصلتش من زمان بعد الثورة في ميز الزباط مش شغالة أو مش شغالة متابعة الزباط، ده طبعا رد فعل جميل جدا في المديريه.